خلينا نقري واللي ما يشبكوا هشتاتكم جاشفي. يلا يا ابو علي. حاضر حاضر يا ابو شلبي. يوم بدلت صاحبي دوب دلوقتي. يا صباح الخير يا لوي واللي كنت نعسان، بس خلاص بقى لازم اقوم من النوم عشان عمو شلبي بصوا مستنيني لازقوا. انا جيت يا عمو شلبي جيت، بس بليز يلا بسرعه عشان لسه اصلا ما عملتش اكل في البيت، ولسه اصلا قدامي وقت كتير عشان انضف البيت. يا بجد لو انا يكون عندي خدام كده زي حركات او سجوة ينضفوا بيتي. الله الله الله، انت بتقولي مين يا واد انت؟ ايوه بقولك انت حركات، تكون خدام في بيتي وتنضف البيت، ايه يعني هديلك 10 جنيه؟ لا لا طبعا، انا ما اشتغلش غير بخمسة جنيه، هات 5 جنيه اشتغل. او ماي جاد يا ابني، ده 10 جنيه اكبر من 5 جنيه، انت مجنون ولا ايه؟ عم شلبي هو ايه التحدي النهارده؟ ابو علي التحدي النهارده انت عرفته ازاي؟ التحدي النهارده فعلا اللي هيكسبه هيتحكم في التاني، يعني لو انت كسبت هتخلي حركات فعلا يشتغل عندك وكمان سجوقها. هولي مولي بجد والله، او ماي جاد، انا اصلا كنت يعني نازل من البيت تعبان عادي جدا، وبتمنى ان يكون حد شغال عندي يعمل لي اكل ينظف البيت. ليتس جو، يعني لو انا كسبت التحدي معناها هتحكم في حركات واتحكم في سجوقها، ولو هم كسبوا التحدي معناها عمو شلبي ان هم اللي هيتحكموا فيا، صح كده؟ برافو عليك. حركات لو كسب هيخلي سجوقها وانت تبقى خدامين عنده، ولو سجوقها كسب انت وحركات هتكونوا خدامين عند سجوقها. هولي بول، انا استحالة اكون خدام عند الاتنين النبات دول، ولازم اكسبهم في اي تحدي علوية. بس العلوية دلوقتي هتنزل في الكومنتات وهيكتبوا مين اللي هيكسب، انا ولا حركات ولا سجوقها. انزلوا اكتبوا في الكومنتات بسرعة ونشوف مين اللي هيكسب. يلا عم شلبي التحدي. التحدي يا ابو علي هيكون في مكان بعيد شوية، عشان كده انا لازم انقلكم دلوقتي يا اولاد. تنقلنا؟ هتنقلنا فين يا عم شلبي؟ ايه ده؟ هتوديني فين يا ابو شلبي؟ انا حدي سجوقايه، ممكن اتاكل من اي حد. لا لا ما تقلقوش خالص، دلوقتي في عد قدامكم بيعد من 10 لحد ما يجي 0، هتتنقلوا كلكم في نفس الوقت. نتنقل؟ عمو شلبي هنروح فين؟ او ماي جاد او ماي جاد، ايه ده؟ العد خلص. او ماي جاد، احنا كده فين؟ ايه ده؟ سجوقه، استاذ سجوقه، بص حركات سجوقه بقى عامل ازاي؟ ايه ده؟ انا سجوقه اتغدو سجوق دول، انا سجوق عملاق، الواد ابو علي وحركات دول انا اضربهم دلوقتي. سجوق عندي نفسك، سجوق ايه العضلات دي؟ انت وادي سجوق، انا شعبك وادي انت، انت كنت بتروح الجيم من وياه ولا ايه؟ جيم يا نوب، استنى بس حركة الحقوا في كلبه. هولي مولي، الكلب بيقول لنا which door should we choose؟ I don't know. الكلب ما يعرفش اصلا الباب اللي احنا هنختاره، فبيقول لنا المفروض ان نختار باب. هولي مولي، 3 ابواب والله يا علوية. طيب ثواني، انا اختار، انا واقف قدام بابي رقم 2، معناه اختار رقم 2. سجوء رقم 1، يب يختار رقم 1. حركات انت هتختار اني باب؟ انا اختار رقم 4. 4 1 4 فين انت يا نوب؟ انت يا ستيوبد مفيش غير بص 1 2 3. انا هختار رقم 2 خلاص. يلا حركات اختار، عشان هو ده اكيد التحدي بتاع عمو شلبي، عشان كده بعتنا هنا. اوكي انت هتختار باب رقم كام يا سجوء؟ انا اختار رقم 1 خلاص، انا هاخده بقى. خلاص خلاص، انا رقم 2 سجوء 1 حركات، انت مكانك 3 حركات. خلاص يلا روح على 3. طيب طيب، هي فين 3 دي؟ او ماي جاد، ايه يا ابني هي دي؟ تعالى اقف هنا كده، يلا اقف هنا، يلا دوس على رقم 3 كده. خلينا نشوف دلوقتي على ايه اللي موجود في رقم 3. هولي مولي، او ماي جاد، هولي مولي، انت موتتني. او ماي جاد، ده حركات مات. انت بتموتني يا ابني، ما موتكش يا ابني، احنا بنختار بيبان. بص يعني انا هاجي هنا كده على رقم 2، انا ما اعرفش اصلا، يا رب يكون الباب الصحيح. هلا او ماي جاد، يا دماغي والله، ده اتكلت علقه. او ماي جاد، سجوة اختار الباب الصحيح يا نوب. يلا بينا، خلينا بسرعة ندوس على رقم 1. هولي مولي يا علوية، برافو عليك يا واد سجوة والله. في تشيك بوينت هناك، يوب خلينا ناخد التشيك بوينت دي. سجوة تعالى لو انت هتلعب باركور، وسيبك من حركات النوب ده، ما نعرفوش ماشي. انت ما تعرفنيش يا ابني، انا ملك الباركور يا ابني، بوش عليك دوت، بوش شوف انا اعمل ايه. هتعمل ايه انت يا نوب؟ بوش بدوتي بكل سهولة، بوش ده ولا انت توبة معفنة.
شفت انت وقعت ازاي يا نوب؟ هي كانت بتتحرك بسرعة. طيب استنى بقى يا نوب، سجوة تعالى ورايا سجوة، نعلمه ازاي النوب ده يلعب باركور. يب تعالى هنا كده معانا، حتى مش محتاج ان انا انط على الطوبة التانية. ايزي يب، تشيك بوينت. وانا كمان جيت. برافو عليك يا سجوة، خد دلوقتي حركات. يلا حركات يا نوب. انت ازاي ما ساعدتوا بالسهولة دي؟ طب انا ماشي بتعيش تاني، ماشي تقلب ماشي على الطوبة بتتحرك بسرعة، بس انا جيت اهو شفت سهولة. برافو عليك. ودلوقتي حركات. عندنا باب رقم 3 2 1 1 2 3. يا ترى نختار اي باب؟ I think we need to choose one of these doors next. حركات. الكلب بيقول ان هو بيحب حركات جدا وبيتفرج على افلامه ومعجب بشخصية حركات، عشان كده بيقول لحركات الباب رقم 1 هو اللي صحيح يعني. انت والله الكلب دوت يعرفني، وانا كمان بحبك يا دوجا. طيب انا اختارك بواحد. يلا بسرعة ربنا يوفقك. قولي مولي يا رب يطلع غلط. اوه ده اختاره صح ده ولا ايه؟ او ماي جاد، هو ده حركات. يا لهوي. قولي مولي هو ايه اللي بيحصل جوه؟ ثانية واحدة كده اما اشوف. او ماي جاد يا لهوي، ثانية كده خليني لك عند الباب اللي اختاره حركات. اوه مسألة. يا نهار ابيض جيراني. يا جيراني. طيب انا بوت وحركات بيت والله. سجوة وانت تختار اني باب؟ الباب الصحيح هو رقم 2، عشان كده انا اختاره. لا لا انا اختار رقم 3 بصراحة. يلا سجوة ورينا تختار ايه. ثانية بس يعني لو ادخل بعد سجوة وشوف اللي هيحصل. تعالى حركات يا نوب، خلينا نيجي عند باب رقم 2. ده الباب رقم 2 هو الصحيح، معناها ان الباب بتاعك كان رقم 3 غلط برضو، معناها ان سجوة 2 واحنا 0. انا جيت اهو بالي. الباب رقم 3 غالب بدو. الباب رقم 3 كان فيه مين؟ كان بايج شي وياي. البرج الشري وجراني. ثانيه بس يا جراني. يب حد كده. جراني جراني ثانيه واحده يا جراني. يلا 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 بليز 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 جراني. لحظه واحده، ما ينفعش ننط من على الخشبه دي، اعتقد ما ينفعش. يب في بقى هنا كده ليزر وحاجات. يلا هم لسه ما عدوش، تعالى السجوه يلا معايا. طيب يلا يا معلم، حركات الدوم لسه ما جاش. يلا يا ابني. طيب هادي طيب، مش تاني خشب ممكن تنزل على نفوخي. يعني لو نزلت على نفوخك ايه اللي هيحصل يعني؟ انت مجنون كده كده، دماغك هيحصل لها ايه؟ تعالى يلا. ننط هنا كده. يب وبعد كده هنا وهنا. ليتس جو ايزي ايزي. انا اختار باب تاني. ثانية واحدة اضحك على حركات تاني. مور دورز. الكلب بيقول انا لسه واثق في حركات، ومكتوب كمان يا علوية بصوا حركات محترف وهيختار رقم 3. ايه ده ولي مكتوب كده فعلا؟ بص اسال علوية. علوية مش هو مكتوب كده؟ بص حركات اختار رقم 3 صح يا علوية؟ اضحكوا عليه اضحكوا عليه. ايه ده يا ابو علي؟ مكتوب مور دورز يعني ابواب كتير. بس يا سجو قالوا بيت. اسكت اسكت ما تقولوش، هو مكتوب حركات اختار الباب رقم 3. طيب شكرا يا دوجا، انا اختار باب رقم 3 اهو. يلا بسرعه اختاره. خليني اخد التشيك بوينت. يب. او ماي جاد، الباب رقم 3 طلع صح اصلا يا دي النيله. والله ما كنت اعرف ان هو صح. يلا يا سجو. بس ثانيه واحده سجو، اختار كده رقم 2 معناها كده حركات كسب مره على. او ماي جاد ايه ده؟ هولي مولي. سجوة مات. طب ثانية واحدة على سجوة، تعالى تعالى افتح الباب رقم 3 كده، وانا هفتح الباب رقم 1 واحاول ان احنا ندخل احنا الاثنين من 3. يلا افتح وانا افتح ونشوف اللي يطلع لنا من العلوي. ده طلع مظبوط، معناه انا كمان واحد. يب حركات كسب مرة وانا كسبت مرة. ليتس جو. يب كان رقم 3 ورقم 1 مظبوطين، يبقى كده النتيجة بتاعتنا سجوة 2 انا 1 حركات 1. اوكي تيم تيم. يلا ماشي كذاب الدين، انا اعلمكم بقى تعدوا. انت اللي تعلمنا يا نوب. ايوه يا با. هولي مولي. شفت يا علوي اللي حصل في حركات؟ او ماي جاد اي ام نوت ا كريمنال. او ماي جاد الكلب بيقول لنا انا مش مجرم. ابالي ايه ده؟ ايه المرحله دي؟ هو فين النوب؟ تعالى يا نوب حركات، هو ده سجن ولا ايه؟ انا مش عارف. ثانيه واحده، طيب اكتشفوا معايا. تعالى حركات كده. ليتس جو. اي حاجه بتفتح يفتح. ادخل كده حركات كده عند الحته دي كده. يب ينفعش اقفل السك ده على حركات ويخلص. او ماي جاد ده عدى. مولي مولي حركات مات ولا ايه؟ مش عارف. وانا تقريبا سمعت صوت حركات بيصوت. يا سجوة تعالى يا سجوة، فين سجوة؟ انا كمان موت والله.
بقه. العيال دي بتموت وما بيخشوا فين؟ ثانيه واحده، دخلوا هنا كده البوابه دي، معناها حركات مات من البوابه دي. طيب ثانيه واحده اجرب واشوف حركاته قامت من ايه اصلا. بسم ايه ده؟ كلب لطيف والله، والله كلب لطيف. انا معايا اكل. ايه ده؟ انا مت ليه؟ مش عارف والله، ما بفهم اي حاجه، حتى الكلب ما جابش عليا. طيب ماشي، تعالى يا سجقه كده، خلينا نطلع فوق. هولي مولي، يمكن الاختيار ده المناسب الصحيح. ليتس جو. بسم الله، جرب. يا سلام، راس الصفاره كده، بصوا ضربني واحده بس، دي بصوا دماغي بتعمل ازاي. معناها كده ان المكان رقم 2 هو اللي مظبوط. يب، مين بقى اول واحد دخل؟ ابو علي، احنا مش عارفين نختار المكان الصحيح. بس هو تقريبا المكان الصحيح ده يا سجقه. يب يا علي، خلينا اختاره كده. بسم الله، ليتس جو. او ماي جاد، هو اللي في النص. هما كانوا بيدخلوا من تحت يا علوية، انا كنت بختار من فوق لان احنا في مكانين اصلا. وانا كمان جيت اهو كده يا سجق. انا 2، انت 2، حركات 1، لان كان في مكان فوق يا علوية ومكان تحت، فانتوا كنتوا تختاروا فوق او تحت، انا كنت بختار من فوق. هما برضو نزلوا تحت وماتوا. وانا كمان جيت اهو. انا لمست البتاع بالغلط وقعت. ليتس جو. بصوا يا علوية، بلمسها بالغلط بتقع. يا نهار ابيض. طب انا بقى لو نطيت ايه اللي هيحصل؟ طب نط كده حركات ثانية. او ماي جاد، لا دماغي راحت خالص. ثانية واحدة. طيب كده معناها ان دي بتختفي. اختفت، يبقى احنا ننط هنا. ايه ده؟ انا فهمت، لازم واحد بس اللي يعملها. استنوا استنوا، بصوا طيب حركات علمنا يلا. طب بص بقى، لما تيجي تلعبوا حاجة زي ده بص، لازم تجيب واحد اسطوع زي حركات. يب يب، ما انت اسطورة حركات، يلا علمنا بقى. بص بقى يا سيدي. يا سلام يا سلام، هي طلعت سهله للدرجه دي على وقع. انت شفت الواد؟ الواد راح مشي كده على طول، عداها في ثواني. ده بالي ده بالي، حركات كسبت خالص، ده عداها في لمح البشر. والله يا سجو، ده مشي كده بس كسب. يا نهار ابيض يا علوية، والله اللي كنت فاكرها صعبه. يا حركات يا محترف، اتعلمت الاحتراف ده فين يا ابني؟ يا ابني محترف، يا ابني محترف اصلا. وانا كمان جيت، يلا بينا. اوكي، المره دي مش هينفع نكذب على حركات، عشان خلاص بقى الكذبه خلاص اتعرفت. هو كنت بتضحك عليا دي وانت؟ لا طبعا، الكلب ده عارفك على فكره. ثواني حركات، تعالى كده. الباب فتح. ادخل حركات انت الاول، يلا في اكل جوه على فكره، ادخل يلا. بجد والله في اكل جوه؟ طبعا طبعا يا ابني، اكل وكمان لطيف يعني. بسم الله، خلينا نجرب كده. ايه ده؟ ادخل كده بعلي. او ماي جاد، الحق لو انا فين؟ ثاني، ايه ده؟ احنا خرجنا تاني، معناه ان الباب ده غلط. هولي مولي، ليتس جو ليتس جو. قوم خلاص يا ابو علي. يب، الباب ده غلط، مش هينفع ندخل فيه. خلنا من الباب اللي هناك، طلعنا من الباب اللي هنا. او ماي جاد، حركات ولا ابواب دي هي غريبه. هي فعلا ابواب غريبه، احنا كده لازم نستكشف انهي باب اللي مظبوط، واللي هيلاقيه صح هو اللي هيكسب طبعا. فخلينا بسرعه. طبعا ده غلط يا علوي. يب غلط، افتح ده كده يا ابو علي. يب غلط غلط، افتح البوابه دي يا رب، افتح. يلا يا سجو ادور. طيب انا بحاول ادور اهو، ثانيه واحده. طيب يلا كده بسرعه، يا رب باب سجق يطلع غلط كمان. طب انا اختار الباب ده يا علوية. بسم الله، يا رب يطلع الباب الصحيح. او ماي جاد، غلط برضو. افتح 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 يا عمي، طلعني. انا اخترت الباب ده، يبقى ناخد الباب ده. طيب المفروض احنا اصلا نعرف الابواب اللي المفروض ندخلها يعني. ليتس جو، برضو غلط ولا غلط. او ماي جاد يا علوية، مش لاقيين اصلا الباب. هولي مولي، ثانية خلينا نخش هنا. بسم الله، يا رب كده يكون الباب المظبوط. والله ابواب كلها غريبة. انا او ماي جاد، انا اتقلت. ليتس جو، احنا كانت النتيجة 2-2-1، فدلوقتي يا علوية انا بقيت 3 والسجق 2 وحركات 1. ليتس جو، انا كسبتهم. اللي بقى بالي هو اللي جه اول. صحيح، ابو علي كده بقى 3. يلا دلوقتي يا نبات، تعالوا ورايا. خلينا نشوف ايه التحدي التاني. بسم الله، يب 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 يب، حاسس انها صعبة شوية، بس مفيش حاجة صعبة على ابو علي. ليتس جو. يلا سجو، تعالى ورايا بسرعة. يب، يلا حركات، دورك. كل واحد لوحده على الوحش، عشان طبعا ايه يعني ما نلخبطش بعضينا واحنا بنلعب. يب، حركات بعد كده. عد انا جيب بدو. حركات، انت مش ملاحظ ان انت واقف على كتافي؟ ايوه يا ابني، ما يمشي. انت بتستريح على كتافي، ادي لدوب. طيب انت، انا دوب، انا مين يا واد انت؟ دوب يا واد ولا قدامك؟ حركات يا ابني، هو هنا طويل وقوي يا ابني، هيضربك والله. خلاص يا شجوع، انا اسف. ايوه كده عيل لوب والله، لازم تتضرب يعني. اوه ماي جاد، الحق علوية.
بص لازم ندخل من العين. هولي مولي يلا حركات، ادخل ادخل ادخل. طيب استنى، طيب ما زبط نفسي. يلا خش. وانا كمان ادخل بعده اللزجو على الوي. يب يب ادخل العين اللي جاي على طول ورا حركات. هوهو يب، مش لازم ننط على الوي، لو نطينا هنخبط في السقف. الحقوا احنا بنرجع لورا. بصوا يعني انا لو وقفت كده ارجع لورا واموت. بصوا 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 بصوا. لا 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 لا، صعبه 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 والله. انا لازم ادخل من هنا بسرعه. استنى 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 استنى، خليني ادخل. لا صعبه. هوه عديت عديت لزجو على الوي، والله صعبه. او ماي جاد، الحمد لله عديت. انا اول واحد يشبك. وانا اعمل لك ايه يعني يا دوب؟ انت اول واحد ولا التاني؟ لازم تختار باب صح او اي طريقه صحيحه عشان يتحسب لك نقطه وتكسب. فدلوقتي على احنا جينا فين؟ ايه المكان المرعب ده؟ او ماي جاد، دي الكلب بيقول حركات وحشني جدا. ده لو ده بيقول لنا ان المفتاح موجود هنا في مكان ثانية. مفتاح للبيبان؟ ايوه انا اهو قفل والله. ليتس جو، موجود مفتاح. اللي هيلاقي المفتاح هو اللي هيكسب النقطه. اوكي انا 3 سجو 2 حركات 1. اما ندور كده ونشوف. ليتس جو، خلينا ندور على المفتاح عشان الحاجات دي بتتفتح. بص سجو عمال يدور عشان يجيب بقى 3 زيه ويكسبني، وحركات دوب عمال يدور على التلفزيون. انا بس عايز اعرف فين مفيش اي حاجه بتتفتح اصلا. الكنبه بتترفع ما بتترفعش؟ ثانيه الباب ده، اوه الباب بيتفتح. ليتس جو خزنه. لا يا بيجي بليز، انا اتغضب بيا. يا دماغي، بص دماغي بتعمل لي بس ازاي، جالي صداع. ثانيه انا رجعت اهو الحمد لله. في بيبان تانيه على اللوية، خليني ادخل الباب ده. ليتس جو. او ماي جاد، زاروك زاروك جاي يضربني. يا لهوي. يا روك، او ماي جاد، زاروك كان لي علقه على اللوية. مولي مولي، الباب اللي عند الواد حركات ده اكيد هو الباب ده المظبوط. ايه ده، غسالات. يلا حركات، احطك في الغساله حركات. ثانية واحدة ادخل الغسالة دي. ما بتدخلش في الغسالة. مالي بوش كده في ايدي كده. ايه ده؟ انت جبت المفتاح؟ ايه ده يا باشا؟ الو، الغسالة قفلت. يا لهوي، الغسالة قفلت عليا. قولي بولي علوي. الغسالة قفلت على حركات. خليها تنضفك يا حركات عشان انت بص معفن. انت واد، انت افتح لي بوابه بتاعت الغساله. طب ثانيه، او ماي جاد والله احبسك. اديني المفتاح وانا اطلعك. اديني المفتاح. لا طبعا، انا كده كنت واحد دلوقتي بقيت اتنين. او ماي جاد، طب اطلع اطلع يا نوب. قولي قولي علي، شفت ما محبوس في الغساله. ثانيه بقى، خلينا نجيب المفتاح. يب انا جبت المفتاح. ليتس جو، خلينا نطلع كده ونشوف. سجوء يا نوب، سجوء يا نوب، انت ما دخلتش ليه؟ احنا لقينا المفتاح خلاص. ايه ده، خلاص يا سجوء. حركات دلوقتي بقى 2 وانا 3 وسجوء 2، ونشوف بقى مين اللي هيكسب التحدي اللي جاي. ليتس جو، خلينا نفتح الباب على الواد بسرعه دلوقتي. نجري بسرعه على الاف. او ماي جاد، حركات فتح خلاص. قول لي مولي، هو انا هيفضل موجود معايا المفتاح ولا ايه؟ او ماي جاد، انا معايا مفتاح حركات. بص هقول لك ايه بقى، وانا كمان جبت مفتاح. والله يا سجوء انت نوب، راح تجيب مفتاح. او ماي جاد، المفتاح اتشال مني. يب او افتح يا سجوء، افتح. ايه ده، المفتاح اتشال منك خلاص؟ ايوه يا ابني والله ما معايا مفتاح. او ماي جاد، علو الحقه، الباب علق ولا ايه؟ خلينا نجيب المفتاح تاني. حركات النور راح جري على طول وفتح البوابه، واحنا اصلا ما دخلناش معاه عشان كان معاه مفتاح. ما اعرفش ان الباب بيقفل تاني. ثانيه، يب فتح. تعالى يا سجوه، عدي عدي بسرعه، عدي بسرعه. يب عدينا. يلا دلوقتي ماشي ويايا ويا بتاع. ماشي ماشي، احنا وياك وياك. اسمها وياك ولا وراك يا نوب؟ انت يا احول. هولي مولي هولي مولي هولي مولي. جب 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 جب، عدي علي عدي. ليتس جو. كوكو، يب كده عديت. او ماي جاد، دلوقتي انا 3 حركات 2 وسجوقة 2. اللي هيختار باب صحيح من ده هيكون متعادل معايا. انا جاهز ان انا اختار. انا اختار رقم 1 وانا اختار رقم 2. طيب وانا اختار رقم 3 بما انكم اختارتوا. يلا يا سجوقة، انت رقم 1، اختار السجوقة الاول لما نشوف الباب بتاعك ايه. ليتس جو يا علوية، بابو ايه سجوء؟ ايه ده اللي حصل؟ ما اعرفش. ثانية يا علوية، تعالى حركات نشوف سجوء اختار صح ولا غلط. يا نهار ابيض يا سجوء، انت دخلني فين يا سجوء يا نوب؟ يا دي يا حبايكا، ايه الثعلب دوت؟ حركات، ده الثعلب الاحمر تقريبا اللي بيحب الثعلبة. او ماي جاد، والله الثعلب لو كان موجود هنا علوية وشاف الثعلب الاحمر كان هيصوت، لان ده اكبر منافس ليه. ايه ده مالي، هو ده الثعلب الاحمر؟ تقريبا والله هو حركات. ايوه تقريبا ثعلب. طيب دلوقتي دور حركات، تعالى حركات اختار يلا الباب بتاعك. طيب بص، الباب بتاعي بص هو صحيح اصلا. اما نشوف يا اخويا هو قولي مولي، دخلنا عندي فيل. فيل يا حركات. اجبك مخي. يلا دلوقتي على وي ابقى رقم 3 يا رب نشوف الباب بتاعنا مظبوط ولا لا. بسم الله.
ايه ده؟ ايه ده على الاويل بتاعنا فين؟ اوه ماي جاد عدينا، لزقوا عدينا. يب كده الاختيار بتاعي كان صحيح والله، والله يا علوية ولا اعرف الباب ولا اي حاجة، مختارين بالحظ والله. انت حظك نار يا ابو علي نار. يب يب والله فعلا، والله ما كنت اعرف الباب اصلا، مختاره كده حظ عشوائي. فدلوقتي انا 4 حركات 2 سجوة 2 ولزقوا، نشوف الباب الكبير ده. افتح البوابة العملاقة دي، لزقوا. اوه يا ترى البيبان دي بتختفي يا علوية ولا لا؟ ثانية كده، هولي مولي يب بتنزل في النار وبتتحرك، معناه اوه ماي جاد ده انا لمست ازاي؟ مش عارف بس معناه ان التحدي جامد بصراحة. خليه يفتح الباب تاني، يب دلوقتي حركات النوم اللي بيلعب، يلا حركات ورينا. بص بقى تنط هنا كده، بعد كده تنط، بعد كده تموت بقى بثواني. برافو عليك والله، ده بيعلمنا الموت. ده نوم ده يا ابو علي، بص انا بص هعمل ايه، بص عليا انا طويل هنط بثواني. بص ايوه برافو عليك يا سجوة، يا سلام يا محترف، هو ده الاحتراف والله، يا سلام يا سجوة. شفت بقى او ماي جاد، راح مات فخر بالحاله النوب. ثانيه بقى ناجي هنا كده، يب يلا ابو علي ليتس جو ليتس جو، هوهو ايزي ايزي، يلا يا حركات يا نوب بسرعه. طب انا جاي بوش بقى ايزي. اوه انت بتقلدنا يا واد، اقول ايزي تقول ايزي. وشو جاي في الطريق، وسع الطريق بسرعه، يب انا جيت. برافو عليك يا سجاء، دلوقتي بقى احنا نيجي هنا كده واختيار البيبان تاني. اوكي يا علوية، دلوقتي انا، طب بصوا انا بصوا جيت بالحظ قدام رقم 2، انا اختار رقم 2 اوكي، ولو مش عايزين اختار رقم 2 اختار رقم 1 ايزي عادي، انا اصلا ما اعرفش اي. اوه نو وي نيد تو انتر وان، يا ابني اوعى اقرا يا ابني. او ماي جاد، الكلب بيقول لنا ان احنا لازم نختار اسانسير يعني مظبوط من الاسانسيرات دي. طب تعالوا انا اخترت الرقم ده كده اما نشوف، يعني هو اول واحد تقريبا، اما نشوف هو صح ولا لا. بسم الله خلينا نطلع هنا كده، يب تمام نرجع يا ابني، انت شوفوا بتاعكم. او ماي جاد هولي مولي، احنا جينا فين؟ او ماي جاد اختاري طلع غلط ولا ايه؟ هولي مولي، بيجي بيجي وفي ناس غريبه. او سلندر مان، انا مرعوب. او ماي جاد المهرج المرعب، هولي مولي راس الزفاره، بس كل الحاجات دي، طب احنا هنموت ولا؟ او ماي جاد البنت بتاعت الكلب دي تاني، طب خلاص كفايه. الو ابو علي انا مرعوب يا ابو علي، ايه ده بس انا فين؟ والله ما عارف بس او ماي جاد ده اختاري كان صح، والله اختاري كان صح، قولي بولي على الحظ. يب يا علوية حركات جه وكمان سجقة، وانا دلوقتي مش عارف 4 ولا 5 والله ما فاكر، من كتر ما انا بكسب والله يا علوية. اول مرة ادخل الماب دي ولا اعرف اي حاجة فيها، وسبحان الله الحظ معايا قشطة. يلا بينا بسرعة، انا عارف ان انتوا بتشجعوني عشان كده الحظ بتاعي اسطوري. ليتس جو، اجي هنا كده عند التشيك بوينت. انت واجي بالي شبنا في المقدمة. طب يلا خش في المقدمة، ادخل يلا. طب بوش بقى نوت كده بعد كده تيجي. طيب ماشي ورينا يا ابني يلا. برافو عليك. اركب داول الزباش الليزر لباش دي. ثانية واحدة بقى لو يلا جرب كده، اصلا المفروض ما ننطش من فوق الليزر، المفروض يعني نعدي من تحت الليزر كده. ليتس جو ايزي ايزي. طب بص بقى لو في بيبان، انا مش عارف اختار اني باب والله ما اعرف اي باب فيهم اللي صح، فانا ممكن اختار يعني بشوفه بصفتي انا مثلا لابس لبني اقرب لون ليا اللون الازرق، اختار الازرق. حركات تختار اني بتاع باب 1 2 3، تختار اني باب. بص بقى انا اختار اللي ما شايف له دوت، اني يعني رقم 1 اوكي، روح يلا رقم 1، وانت سجوها رقم 3، وانا اخش على طول رقم 2. يا رب بس يكون صح، بسم الله. في سهم وفي حفره، نوت يا ابو علي ليتس جو. او 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 ماي جاد، لا لا عروسة الحمار، لا هولي مولي الباب طلع غلط. حركات دخل الباب بتاعه رقم 1، اما تشوف صح ولا لا. سجوة انت دخلت ولا لسه؟ دخلت والله يا ابو علي، بس الباب طلع مظبوط. اوه بابك مظبوط بجد؟ ثانية واحدة جرب، الواد ده بيضحك عليا ولا ايه؟ ولما هو دخل ازاي رجع تاني اصلا؟ والله شكله كداب اساسا. ثانية واحدة اخش كده بشوف الباب بتاعه فيه ايه. يلا بسرعة ليتس جو، نط كده. اوه اوه والله يا علوية تقريبا الواد ده كداب اصلا وبابه غلط برضه. يا نهار ابيض بوبي، اوه ماي جاد. هاجي ويجي استنى، هاجي هاجي، الو الو يا هاجي يا عم هاجي، انت ليه بس مش بتتفاهم؟ الحق يا علوية يعني حركاته اللي بابه طلع صح، معناها حركات كسب المرحلة دي. ليتس جو، ادخل الباب بتاع حركات ونشوف الباب بتاع حركات هيكون فيه ايه دلوقتي. خلينا نطينا على طول، هولي مولي
تحس ان انت تتعاقب برضو. ثانية واحدة ما نشوف باب حركة. او ماي جاد انا بنط. او تشيك بوينت حركات اهو النوب حركات. امال ايه؟ انا عديت المرحلة اللي فاتت دهية. برافو عليك حركات. دلوقتي انت تلاتة او اربعة مش عارف هلا ويا. ودلوقتي معدي سجوقة تقريبا. والله انا نسيت اصلا. بس انا لحد دلوقتي انا اللي كسبان. فدلوقتي تشيك بوينت عندنا قفال. والله بدوس بالغلط بس والله بدوس بالغلط. يا دماغي وانا اللي افتكرت علوية ادوس كده على البتاع يطلع لي كنز. او ماي جاد او ماي جاد استخبى في السجوة. والله استخبى في السجوة ماليش دعوة. مولي مولي ده برضه ضربني. مالي انت كده بتخم بقى. انت اخترت غلط استنى. طيب انا فعلا كده بخم. يا اخترت غلط فانا هنا كده. او ماي جاد حركات اختار المفتاح. هو كده حركات متعادل معايا ولا ايه يا علوية؟ اعتقد لا. مولي مولي علوية ايه ده؟ حركات فتح البوابة. مالي انا كده كسبان ولا ايه؟ لا تقريبا انا برضو بعديك بمرحلة تقريبا يعني على ما افتكر كده علوية ان انا بعديك بمرحلة. يب طب يلا باشا تعالوا ورايا. يا ابني انت الباب مقفول في وشك اصلا يا نوب. يا باشا كمان مفتاح. ثانية لازم نجيب مفتاح تاني. ثانية خلينا ناخد المفتاح. يب يا ابني يا سجو انت يا نوب روح هات المفتاح. انا قاعد بفكر ازاي حركات تكسبني. انت لسه منصدم من ساعتها. ثانية واحدة خلينا عندي بس الاول. يب اخد التشيك بوينت. او ماي جاد نط هنا كده على البرميل ده. البرميل بتنزل في النار يا علوية واخدين بالكم. او ماي جاد مره تانية نحاول مره تانية. يلا بسرعه كده يلا حركات يا دوب بسرعه بسرعه اسرع ما ينفعش ان احنا نسرع. ليتس جو عدتها بكل سهوله اصلا ايزي والله. وانا كمان عدتها بسهوله سهله جدا. طيب دلوقتي انا متقدم عنكم بمرحله يعني انا اللي كسبان لحد دلوقتي كسب حركات بمرحله واحده لكن في بيبان والله. ثانيه واحده طبعا نشوف هنختار اني. طب ثواني انا بما اني طلعت الباب اللي عليه السلم ده اعتقد انه غلط. لا عشان حاطين سلم حركات داخل رقم. انت هتختار رقم كام يا ابني؟ انا اختار البوابه دي. ثانيه واحده بس. دي فتحت فعلا. يا ترى ايه اللي موجود جوه؟ هو اللي مولي الواد راح فين؟ ثانية خليه يدخل معايا. ثانية اما تشوفه اختار صح. ايه ده؟ مين ده؟ الو ايه ده؟ ايه اللي قدام؟ وانا كمان اتضرب. كان دماغي اتعمل لي سندوتش. طب ثانية كده اما تشوف سجوة اختاره صح ولا لا؟ انا اختار خلاص اللي هو عليه السلم ده. سجوة ادخل كده. او ماي جاد ما اعرفش ايه اللي حصل. ثانية خلينا ندخل بابي. انا ليه عمال ادخل البيبان بتاعتهم؟ يلا يا ابو علي ادخل الباب بتاعي. هو ده اكيد اللي مظبوط. يب اكيد ده الباب. ايه ده؟ مين دي؟ مين دي؟ يا نهار ابيض. انت جبتني فين؟ معناها كده لو ان الباب بتاع سجوقه اللي مظبوط يبقى كده سجوقه اتعادل مع حركات وانا اللي لسه كسبان لحد دلوقتي. ليتس جو سجوقه اتعادل مع حركات. عندنا ثلاث بيبان والله. طب بصوا بقى احنا نلعب تحدي دلوقتي. اللي هيكسب المرحله دي هو اللي يبقى كسب التحدي. ايه رايكم؟ بما اننا احنا مش فاكرين اصلا النتيجه ماشي؟ تاب انا موافق. انا هروح اختار بوابه اهو في ثواني. يابا بنشوف حركات تختار باب مظبوط ولا لا. تعالى سجوة ندخل. هولي مولي باب حركات مظبوط. او ماي جاد باب حركات مظبوط. طب ثانية كده علوية هنشوف بس البيبان هي نفس كلها نفس الفكرة. يلا افتح يا ابو علي الباب ده. او ماي جاد كلها نفس الفكرة. طب ثواني ما نشوف هي صح اصلا ولا لا. بسم الله يا حبيبي. ايه ده؟ او ماي جاد بسيط والله ضربني ضربه. طب وانا بقى اروح افتح بابي. طيب السجوقه وانا اجي معاك برضو. انا بابي طلع غلط ولو باب سجوقه طلع غلط معناه ان باب حركاته هو اللي مظبوط. فخلينا نمشي هنا كده عند باب السجوقه. يب يلا ادخل يا ابو علي. يلا السجوقه انت خايف خلينا ندوس. جينا فين؟ ايه ده؟ مره بسيط ومره سبونج بوب. ايه عالم البحار ده؟ او ماي جاد معناها حركات اللي كسب حركات كده خلاص اختار الباب المظبوط. والله حركات كده كسب علوية. هولي مولي يا ريتني ما كنت قلت ان اللي يكسب المرحلة دي هو اللي يكسب التحدي. ثانية عدي 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 بسرعة. يب ايه ده؟ حركات هنا والله فعلا. يا ترى انهي باب اللي صح بقى؟ ابو علي انا كده اللي كسبت بابا اللي فاتي. يب حركات انت اللي كسبت واحنا المفروض نبقى خدامين عندك وتتحكم فينا. بس ايه رايك يا حركات بما انك كسبت انت كمان قول لي نفس اللي انا قلته. لو اي حد مننا اختار الباب الصح في المرحله دي هو اللي يكسب. ايه رايك؟ طيب يا باشا انا موافق. طيب ماشي لو اللي يختار الباب المظبوط هو اللي يكسب عشان كده انا اختار الباب ده. ليتس جو بسرعه. يب قولي مولي الدب فرايدي. لا ابو علي اختار بوابة غلط. دلوقتي انا هروح. ايوه انا هروح بوابة دي. قولي مولي علوية انت سجوة. يلا روح اجري على الباب التاني بسرعة. طيب انا اروح اهو اشوف ايه اللي
موجود هناك. يلا خلينا كمان نروح بقى السجوة بنشوف كده اللي هو يا رب يكون الباب صحيح والسجوة هو اللي يكسب. ايه ده السجوة بتدخل عندي بيج يا سجوة؟ اه يا بيج اه. هولي مولي معانا كده حركات برضو اللي كسب. يلا خلينا ندخل كده عند حركات ما نشوف. او ماي جاد ايه ده؟ هولي مولي على الحق التحديات اللي لعبناها هناك هي كلها. او واحنا كده فنشنا الباب ولا ايه حركات؟ اوعى تعمل التحدي خلص انا اللي اتحكم فيكو. هولي مولي لا كانت اصعب حاجه في حياتي ان حركات هو اللي يكسب ويتحكم فينا. او ماي جاد على الحق واحنا عدينا. او حركات هو اللي كسب. بصوا مكتوبه صورته. اول يا حبيبي انا اللي كسبت التابع. او ماي جاد يا حركات يا نوب حركات اللي كسبنا يا سجوة. والله حاجه صعبه حركات اللي تحكم فينا يا دي المصايب. هو يلا ويا على اخر الزمن انا انضف البيت بتاع حركات النوب. او ماي جاد يلا نضف السجوة بسرعه بسرعه كل حاجه الاستاذ حركاتها هنا. يلا السجوة لازم ننظف فعلا. انت واجب علي. نعم يا حركات بيه. نعم يا باشا. انت جعان. حاضر حاضر يا باشا. بص انا معايا كل الاكل ثانية واحدة الاكل بتاع استاذ حركات. يب اتفضل استاذ حركات الاكل اهو. ايه ده انت هتقعد وانا باكل ولا ايه؟ قوم يلا. انا اسف انا اسف يا استاذ حركات اهو الاكل اتفضل ده اللي انت عاوزه كله. هو اللي بيقعد لوحده طيب اعمل ايه؟ ايه دمتي وجعتي انا عاوز انام. يلا طلعني بشوية نيمني. ماي جاد اطلعك نيمك انت تعمل لي فيها بيبي صغير. ماشي حركات يا نوب تعالى تعالى يا استاذ حركات. يلا خلينا نشيله. خدت استاذ حركات بس السجوة السوبة عشان استاذ حركات تعبان. استاذ حركات تحب تنام ولا تروح فين؟ انت انا بنرميك بس فين لو ينفع ارميك؟ المشكلة ان انا خلاص ما ينفعش هو اللي كسب في التحدي. الله 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 بقول لك نيمني مش تلف بيا. طيب طيب حاضر استاذ حركات انا نايمك واتفضل يلا نام انزل ارتاح. انا مش رايح بوتشي مش جاي لي نوم. بقولك ايه احكي لي حدوته. قولي بقولي حدوته حدوته يا ولد استاذ حركات يلا اتفضل نام. بقولك احكي لي حدوته حدوته قبل النوم. حدوته قبل النوم بيقولوا كان يا مكان في قديم الزمان كان في ولد نوب واسمه حركات. الولد ده دخل تحدي مع ناس محترفه جدا بس للاسف الحظ لعب معاه وكسب وبقى هو اللي غني وبيتحكم فيهم. ايه ده هو ده هو المحجوج ولا ايه؟ طيب يلا امشي بابا قدام امشي. اوه هو ما فهمش ان هو ولا ايه المجنون ده؟ ايه ده هو ده هو اسمه حركات؟ ايه ده انت بتقول عليا ولا انت؟ انا وليد دلوقتي. او ماي جاد هتعمل ايه بقى عشان انا خلاص زهقت منك بجد وانا مش هسمع كلامك تاني. انت بتقول انا كده اهوت ولا كاش الدنيا؟ امشي. هولي مولي ده بيضرب على او ماي جاد ده مجنون اطلع اجري السجارة. هولي مولي بسرعه. ايه ده؟ هو انا سمعت صوت ابو علي بيقول اجري السجارة ليه؟ ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ هو في ايه ده؟ انت وديت السجارة خد وين؟ ما شفتش الواد ابو علي راح فين؟ انا اطلع اجري ورا ابو علي بسرعه وانا بموتكم النهارده. او ماي جاد يلا السجوة بسرعه ده طلع مجنون. والله يا بني ايه ده سريع بني سريع. والله ما شافكم يا واد انت انا ماشي ليه بالجهله بس سلموا نفسكم. قولي قولي حركات استاذ حركات هدي نفسك. والله لا شايفكم زي عاشفين. او ماي جاد علوية انزلوا في الكومنتات هدوها علوية. قولي مولي شاف الحمامه اللي وراك دي يا حركات؟ ايه ده حمامه؟ يلا بينا اطلع اجري والله ده النوب يا علوي ده عايز يموتنا هو بيتحكم فينا مش يموتنا النوب. خلينا اجري. والله ما اسيبكم هشتاتكم زي عاشفين. خد يا ولد انت.